اهلا بكم. في الفيديو السابق اتكلمنا عن المقاومه الداخليه لبطاريات الليثيوم ايون، وقلنا انها من اهم العوامل المحدده لكفاءه البطاريات، وطلب كتير من اصدقائنا تجربه لقياس السعه الفعليه لبطاريات الليثيوم وتلبيه للطلب ده. النهارده ان شاء الله هنشوف المقصود بسعه اي بطاريه، كذلك تجربه عمليه قياس السعه الفعليه للبطاريه، واخيرا مدلول الانخفاض في السعه والنسبة المسموح بيها في انخفاض سعة البطارية. تابعونا بعد الفاصل. بطاريات الليثيوم أو أي بطارية لها سعة معينة. في البطاريات الصغيرة بتكون وحدة القياس بالملي أمبير، يعني بطارية زي دي ممكن نقول 2000 ملي أمبير ساعة. بطارية أخرى ممكن تكون نفس الحجم ولكن أقل في السعة بسبب رخص الثمن والشركة المصنعة أقل جودة، فممكن تكون 1200 ملي أمبير. دي بالنسبة للبطاريات الليثيوم أو البطاريات الصغيرة، ولكن في بطاريات الحجم الأكبر مثل بطاريات السيارات بتكون السعة بالأمبير ساعة، وده هياخدنا لتعريف سعة البطارية، وهي كمية التيار تقدر توفره البطارية في ساعة أو ما يعادله من الوقت. لو البطارية دي 2000 ملي أمبير ساعة، نقدر نقول إن البطارية دي تقدر توفر تيار متوسطه 2000 ملي أمبير لمدة ساعة أو ما يعادله من زمن، يعني نقدر نقول إن ممكن توفر 500 ملي أمبير لمدة 4 ساعات. فهنضرب ال 500 في الأربعة عدد الساعات، هيخرج معانا نفس القيمة وهي 2000 ملي أمبير. ده معنى سعة البطارية. في مقياس آخر لسعة البطارية مش للتيار ولكن لكمية الطاقة، وده بيكون بالواط ساعة أو دبليو اتش. الفرق ما بين الاتنين ان الواط بيحدد كمية الطاقة ولكن الامبير بيحدد مقدار التيار اللي تقدر توفره البطارية. التجربة اللي هنقوم بيها النهاردة، هنوصل بطارية فول تشارج مشحونة، المفروض بتكون 4.2، وهنوصلها مع حمل معلوم لمعرفة التيار اللي بيمر، وهنتابع جهد البطارية من جهد اكتمال الشحن 4.2 حتى الوصول لجهد التفريغ، وهو أقل جهد ممكن توصله البطارية على حسب نوعها. في بطاريات الليثيوم أقل جهد ممكن نوصله هو 2.7 فولت في الاختبار فقط، ولكن مش للاستخدام العادي. الاستخدام العادي أقل جهد مسموح به من 3.5 لـ3 فولت على أقصى حد، ولكن في تجربة قياس أو اختبار السعة بنسمح ب 2.7، لان دي اقل جهد وبعده هيكون ده تفريغ عميق ممكن يتلف البطارية. اذا محدش يحاول يفرغ بطاريات الليثيوم اقل من 3 فولت في الاستخدامات العادية. في اختبار الساعة فقط ممكن نفرغ البطارية ل 2.7، لان ده اختبار مش هيتكرر كتير بالنسبة للبطارية الواحدة. فهنوصل البطارية بمقاومة، مثلا مقاومة 10 أوم، وطبعا لازم تكون بقدرة كبيرة. العشرة أوم هتسهل الحساب، لأن أي تيار هنقسمه على العشرة أوم هيخرج معانا قيمة تيار التفريغ وهيكون الحساب أسهل. معانا بطارية مشحونة، وصلتها بأسلاك سميكة عشان ما يكونش فيه انخفاض في الجهد أو استهلاك للتيار في الأسلاك، وهنقيس مع بعض جهد البطارية ونحسب متوسط التيار التفريغ. ده جهد البطارية، جهد البطارية 4.2، بطارية فول تشارج. في الاختبار ده لازم تكون البطارية فول تشارج، لان احنا بنقيس كمية الشحنة اللي موجودة في البطارية. فلو البطارية فارغة او متوسطة الشحن، كمية الشحنة اللي موجودة في البطارية هتكون غير معبرة عن السعة الحقيقية للبطارية. فاختبار المقاومة الداخلية لا يشترط شحن البطارية للفول تشارج، ولكن كان يشترط استخدام البطارية باستمرار وما تكونش بطارية مركونة. هنشوف مع بعض الجهد عند توصيل الحمل، وده هيكون جهد الستارت، لان طبعا اي بطارية مستعملة لها مقاومة داخلية، والمقاومة الداخلية بتأثر على الجهد على طرفين الحمل، وبالتالي ده بيأثر على قيمة التيار، واحنا عايزين نحسب متوسط قيمة التيار بشكل مظبوط. اذا هنشوف جهد الستارت عند توصيل الحمل، هنشوف الجهد ده ونسجله، تقريبا 4 فولت. تعالوا نحسب التيار عند القيمة دي،
هيخرج معانا تقريبا 400 ملي امبير، ده اقصى تيار عند بداية التفريغ. طيب بالنسبة للتيار عند 2.7 فولت وهو ده اقل جهد هنفصل عنده التجربة، هيكون تقريبا التيار 270 ملي امبير. اذا عشان نحصل على المتوسط هنجمع تيار البدء مع تيار نهاية التجربة، هيكون 670 ملي امبير. اذا المتوسط هنقسم التيار الاجمالي ده على الاثنين هيخرج معانا 335 ملي امبير، ده متوسط التيار. اذا عدد الساعات اللي هتفرغ في البطارية هنضربه في قيمة التيار ده هيخرج عندنا السعة الكلية للبطارية. طيب تعالوا نشوف المقاومة وهنبدأ طبعا نحسب الوقت. كده البطارية بتفرغ، وتعالوا مع بعض نشوف التيار 360 او 350 ملي امبير، وهنتابع الجهد عند الوصول ل 2.7 فولت. هنوقف التجربة ونشوف الوقت وهنضربه في التوسط التيار 335 ملي امبير، ونرجع لحضراتكم ونكمل التجربة. رجعنا مع حضراتكم بعد مرور ساعة، هنشوف مع بعض الجهد. الجهد 3.38 من 100 فولت، وبالتالي لسه ما وصلناش لأقل جهد وهو 2.7 فولت. هننتظر فترة ونتابع الجهد. بعد ساعتين ونص من بداية التجربة وبداية تفريغ البطارية، جهد البطارية وصل ل3 فولت بالظبط. طبعا احنا محتاجين جهد البطارية ينخفض ل2.7 فولت، وبالتالي هننتظر فترة كمان ولكن بنتابع مع بعض انخفاض جهد البطارية لحظة بلحظة، وهنحسب وقت الوصول ل2.7 فولت. تابعونا. بعد مرور 4 ساعات من بداية التجربة وبداية تفريغ البطارية، جهد البطارية وصل ل2.77 من 100 فولت، وهنكتفي بكده. اذا جهد البطارية بعد 4 ساعات من التفريغ 2.77، وده جهد مناسب. وطبعا هنفصل البطارية ونبدأ في شحنها مباشرة عشان البطارية ما تتلفش بسبب انخفاض الجهد، ونبدأ الحسابات بتاعتنا. متوسط تيار التفريغ 335 ملي امبير في 4 ساعات، الناتج معانا 1340 ملي امبير ساعة. اذا دي سعة البطارية 1340 ملي امبير. الانخفاض المقبول بالنسبة لأي بطارية 25% من السعة الأساسية، يعني لو البطارية دي 2000 ملي أمبير مسموح حتى 1500 ملي أمبير ساعة فقط، أقل من كده تكون البطارية تالفة ولا تصلح لأي استخدام. فإحنا خارج معانا 1340، وتقريبا البطارية دي مش مسجل عليها بيانات، مش مسجل عليها السعة، ولكن تقريبا كانت في حدود ال 2000 ملي امبير. اذا انخفاض اكثر من ال 25%، لان لو خفضت بمقدار 25% فقط هتكون 1500 ملي امبير. ولكن اقتصاديا التخلص من البطاريات اللي زي كده بيكون غير اقتصادي، فالبطاريات اللي بتنخفض اكثر من ال 25% ممكن بنستخدمها في بعض التطبيقات البسيطة اللي مش محتاجة امبير عالي. دي كل معلومات فيديو النهاردة. اتمنى تشاهد فيديو المقاومة الداخلية للبطاريات في الوصف، وتعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ونلتقي في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.